جامعة جدارة هي جامعة في مدينة إربد في الأردن، تأسست في عام 2005 وسميت بذلك الاسم نسبة لمدينة جدارة التي تقع على مقربة منها. تعطي الجامعة درجة البكالوريوس في 23 تخصص ومساق، ودرجة الماجستير في 4 مساقات هي اللغة العربية والإنجليزية والعلوم وتكنولوجيا المعلومات. كذلك تقدم الجامعة درجة الدبلوم في 7 مساقات. بالإضافة إلى ذلك تقدم الجامعة أكثر من 30 دورة متخصصة في علوم الطيران وشبكات الحاسوب والتصميم الجرافيكي وغيره. تقدر المساحة الإجمالية للجامعة بحوالي 100 دونم. تتضمن الجامعة 6 كليات. 1- كلية الهندسة، أنشئت في عام 2010 وتضم تخصص هندسة الحاسوب والاتصالات وتخصص الهندسة المدنية. 2- كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات، أنشئت في عام 2008 وتضم تخصص هندسة البرمجيات وتخصص شبكات الحاسوب وتخصص علم الحاسوب وتخصص الرياضيات. 3- كلية الاقتصاد والأعمال، تم إنشائها في عام 2006 لتكون إحدى الصروح العلمية في الجامعة، وتضم الكلية حالياً أقسام المحاسبة، إدارة الأعمال، التسويق ونظم المعلومات الإدارية. 4- كلية الدراسات الأدبية واللغوية، نشأت كلية الدراسات في عام 2006 منذ بدء التدريس في الجامعة، فكانت من أوائل الكليات ومكونة من قسم اللغة العربية وأدابها، قسم اللغة الإنجليزية وأدابها، قسم الإعلان وقسم التصميم الجرافيكي والترجمة. 5- كلية القانون. 6- كلية العلوم التربوية، تم إنشائها في جامعة جدارة منذ تأسيس الجامعة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2006-2007.